يا رب تكونوا بتذاكروا كويس والدنيا ماشيه معاكم كويس. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الهيلث اند بيهيفير اند هيومن بيهيفير، الحاجات اللي احنا قلناها او الجزء اللي قلناه قبل كده في الهيومن بيهيفير هنكمله النهارده. اول حاجه قلناها ديفينيشن اوف بيهيفير، ديفينيشن اوف بيهيفير البيهيفير عموما او السلوك عباره عن ان اكشن ذات has specific frequency زي ما قلنا قبل كده. ال behavior بيبقى له specific frequency و duration and purpose whether conscious or unconscious، يبقى أي سلوك لازم منه على هدف بنقصد منه حاجة. It is what we need to do and how we do. في الآخر ال behavior الحاجة اللي احنا عايزين نعملها وازاي بنعملها. اتكلمنا بعد كده عن ال factors affecting human behavior، هما ثلاث أسباب، ثلاث حاجات بتأثر عليهم اللي هي ال predisposing factor وال enabling factor اللي هي العوامل التكميلية، والتالت حاجة اللي احنا مقلناش من فاتت بس هنقولها بقى المرة دي هنخش عليها اللي هي ال reinforcing factors. ال predisposing factor اتكلمنا فيها عن ال knowledge وال belief وال attitude وال values وال norms، دي كلها حاجات بتعكس سلوك البني آدم على حسب معارفه وعلى حسب معرفته وعلى حسب معتقداته. الـ enabling factors اللي هي العوامل المساعدة اللي هي العوامل التمكينية اللي هي زي resources اللي بتحطها أو الموارد اللي بتحطها الدولة للخدمة الصحية. هنكمل بقى reinforcing force factors اللي احنا ما اتكلمناش عنها المرة اللي فاتت. ازيكم يا شباب، الأخبار؟ هنكمل بقى النهاردة في المحاضرة الثانية بالنسبة للكونسلنج. واحنا قلنا المرة اللي فاتت تعرفنا الكونسلنج وقلنا ان هو is a face to face communication that you have with your client or couple in order to help them arrive at voluntary and informed decision. ان هو عبارة عن اتصال مباشر مع موكلك او زوجين من اجل مساعدتهما على التوصل الى قرارات فولنتير طوعية ببذكم ومستنيرة. ده بالنسبة للكونسل. اتكلمنا بالنسبة للكونسل عرفناه، يبقى كده احنا عرفناه وقلنا انواع الكونسل اللي هو ممكن تعمله لمين بقى. في منه الانديفيدوال كونسلنج واتكلمنا عنه اللي هو شخص واحد، والقابل اتنين، وقلنا واتكلمنا بعد كده كمان عن الجروب كونسل اللي هو الاستشارات الجماعية، واخرها كانت الفاميلي كونسل الاستشارات العائلية. تمام كده. دخلنا بعد كده على الجنرال برينسيبل اوف كونسلنج اللي هي المبادئ العامه للمشوره. اول حاجه لازم الحاجات اللي احنا ناخد بالنا واحنا بنعمل المشوره او احنا بندي المشوره عشان احنا اللي هنديها. جنرال برينسيبلز اوف كونسلنج تشمل البرايفسي اللي هي الخصوصيه، نحافظ على خصوصيه البني ادم. تكس افكشن تايم انها لازم ناخد وقتنا. مينتين كونفيدنتلي الثقه او الحفاظ على السريه. كوندكت ذا ديسكشن ان اهلبه في الاتموسفير في جو كويس. كيب ان سيمبل يعني ان انا بنصحه بطريقه بسيطه استخدم كلمات سهله. واخر حاجه سي ات اجين ممكن اكررها اكتر من مره، والايه وان انا ممكن استعمل الايه الافيلابل فيجوال ايدز اللي احنا هنقولها بعد كده. دخلنا على السكيلز اند كاركترستيك اوف افكتيف كونسلنج. السكيلز نفسها المهارات بقى، ان انا لازم the most important characteristic اللي هي respect the dignity of others ان انا احترم خصوصية الاخرين او الكرامة. respect the client and client concern and eyes احترم افكاره يعني ما استهينش بيه. يعني be non-judgeable and open يعني ان انا ما بقاش غير حكيمة. show that you are being an active listener يعني اسمعوا. Be confusing and caring, be onset and sense. دي الحاجات اللي احنا لازم نعملها. نيجي بعد كده اخر حاجه اتكلمنا عن staging stages of counseling، مراحل بقى الايه الاستشاره. اول مرحله اللي هي هو الستيج 1 بنقول عليها relationship building ان انا اعمل علاقه مع الكلاينت بتاعي. stage 2 assessment and diagnosis ان انا اشخص الحاله اللي قدامي او ظروفه يعني. stage 3 formulation of a counseling goals ان انا اشوف انا هكلم معاه في ايه. stage 4 intervention and problem solving. stage 5 termination and follow up. stage 6
اللي هي Research and Evaluation. لحد كده احنا وقفنا المرة اللي فاتت. النهاردة بقى هنبتدي نتكلم عن Tools to Aid Counseling، اللي هي دايما نتكلم في ايه، وسائل المساعدة عشان تساعدني في المشورة. أول حاجة الـ Visual Aids. فيجوال ايدز اللي هي المرئيات، الحاجات المرئيه. فيجوال ايد اللي هي حاجات المرئيه يعني بتتقري. فيجوال ايدز كان بي يوزد تو رينفورس يور ديسيجن، انها بتدعم موقفك وبتدعم قرارك. فيجوال ايدز كان اولسو ستاند الون از ا ميثود اوف بروفايدنج انفورميشن، لوحدها تدي معلومه. ذا مين ديس ادفانتج اوف يوزنج ذيم alone without discussion is that they don't allow for interactive communication and therefore may be misunderstood. يعني ما اقدرش احط له البوستر واسيبه هو يفهم لوحده، لا لازم اشرحه له عشان ممكن ما يفهموش كويس. If you do give out visual aids without having a discussion, you can overcome this difficulty by providing people with an opportunity to ask a question at a later point either in a group or individual discussion. يعني لو انا مضطرية احط البوستر اديهم فرصة يجمعوا الاسئلة في بعد كده ان احنا نعمل ايه individual group discussion، او يعني نعمل group discussion بعد كده. ايه هي بقى الفيجوال ايدز؟ فيجوال ايدز بتشمل ايه؟ فيجوال ايدز اند اذر تولز فور كونسلنج. اول حاجة البوسترز، الليفلتس اور فاكت شيتس، الفليب شارتس، الاوفر هيد بروجيكتور اند ترانسبيرنسي سلايد شوز موديلز ساتش اس فيميل بيلفيس اند بينس شيلك اور ووتر بور اور ووتر بورد اللي هي السبوره، اكتب على السبوره يعني. بيكتوغراف بيكتشر ليفلت صور سونجز دراما اور بيومز ريال لايف اكزامبل حاجات من واقع الحياه امثله testimonies or case studies from women written notes to remind you of point to cover. اكتب على اساس ان انا افتكر بعد كده انا قلت ايه. دي بالنسبه الحاجات دي على فكره احنا قبل كده. الحاجات بقى ال what field does counseling address، ايه الحاجات اللي الناس كده تستشيرك فيها. People come to counseling when their attempts to deal with their concern are no longer effective. يعني هم هيجوا امتى للمشورة؟ لما يفشلوا ان هم يحلوها لوحدهم. Counseling can be helpful area, can be helpful area such as. بيساعد في ايه بقى؟ اول حاجة addiction and abuse of alcohol and other drugs. يعني الناس اللي ايه؟ الادكت. Adjustment issues including adjustment to college life. يعني اللي هي يحاول يتحول يعود نفسه على حياه جديده، قضايا التكيف. الانجر مانجمنت، الناس اللي بتغضب بسرعه. الانكزايتي نفس القصه، بتقيء بسرعه. كوميونيكيشن، ما عندهمش قدره على التواصل. الدبريشن، المكتئبين. ايتنج ديس اوردر اللي هو ناس يا اما بتاكل زياده بتاكل اقل، مش منظمه اكلها. جندر ايدنتي اند سيكشوال اورينتيشن. جريف، جريف اللي هو اللي بيسبب الحزن برضه. ريليشن شيب ديفيكولتيز، ما بيقدروش يعملوا علاقات كويسه انكلودنج ريمونت سيجنيفيكانت اذر اند بروفيسورز. يعني ما بيقدرش بيكره الناس، ما عندوش اي سرعه ان هو يتكيف مع الاخرين، يعني الناس اللي في السكن عنده او حتى اساتذته. ريليشن شيب violence and physical abuse اللي هم الناس العنيف. sexual assault stress management thoughts of suicide or perception preoccupation with this اللي هي الناس بتفكر في الانتحار. trauma skills needed in counseling اللي هي بقى ايه بقى المهارات اللي انا محتاجاها عشان الكونسلنج. اول حاجه احنا عندنا active هما مجموعتين، اكتف اكتف وباسف، يعني حاجات اكتف نشطه او حاجات باسف. اكتف لينسينج اللي هو الاستماع النشط. giving full attention to what other people are saying taking time to understand the point being made asking question as appropriate and not interrupting at inappropriate time. بمعنى ان انا ادي الاهتمام الكامل للاخرين وبيكلمهم واخد وقتهم لفهم النقط المطروحه
واطرح الأسئلة حسب الايه المقتضى، وما قاطعش حد في أوقات مش مناسبة. ده اللي بنسميه الأكتف ليسنينج، اللي هو الاستماع النشط، إن أنا بسمعه كويس وما قاطعوش، وما أسأل سؤال أسأله في وقت المناسب. comparison chart between active and passive listening. أول حاجة من ناحية الديفينيشن، الديفينيشن إن هعرف ده وأعرف ده. الاستماع النشط يعني مراعاة الوعي والسمع النشط ومحاولة فهم معنى المتكلمين، يعني تفهمي هو بيقول إيه. يعني active listening means mindful مفهوم and actively hearing hearing and attempting to comprehensive the meaning of the speaker. أحاول أفهم هو بيقول إيه. للسلبي بقى passive listening means showing like listening to the speaker but not making an attempt to comprehend the meaning. بمعنى ايه؟ انا مبين ان انا بسمع بس انا مش مركز معاه. ده بالنسبه للتعريف. يعني في النشط انا بسمع وبتفاعل، لكن التاني قاعد ولا في دماغه. conductivity level اللي هو مستوى الاتصال. في الليسنر اللي هو الاكتف، listener connect with the world and actively practice with the goal of a problem solving. يعني هو المستمع بيربط مع العالم ويشارك بنشاط يهدف لحل المشكله، في تواصل يعني. listener في الثانيه بقى، في الباسيف listener disconnect، مش مهتم، قلنا فاصل نفسه خالص. disconnect himself from the outsider and has minimal interaction with others. يعني يفصل نفسه عن الغرباء ولديه الحد الأدنى من التفاعل مع الآخرين، ما بيتفاعلش مع حد. ده الكونكتيفيتي. سيلف ريسبونسبيلتي، المسؤولية الذاتية. سيلف ريسبونسبيلتي في الأكتف، تيك ريسبونسبيلتي فور زير اون ليرنينج اند جروث، تحمل المسؤولية عن التعلم والنمو الخاص بهم. في الباسيف بقى، avoid responsibility for learning and problem solving، ما عندوش أي مسؤولية خالص. النقطة الرابعة المينتال ابروتش. مينتال ابروتش بالنسبة للاكتف، شارب مايند alert to explore reflect on information، هتلاقيه واعي صح. accept and retain في التاني بقى، accept and retain information as with no intention to question or challenge the idea for improvement. هو ما عندوش اي استعداد يشارك في اي حاجة. ده الباسيف ده، قبول المعلومات والاحتفاظ بها. في التاني في الباسيف، بيقبل المعلومة ويحتفظ بها دون أي نية للتشكيك في الفكرة أو الطعن فيها للتحسين، زي ما بيسمعها بيقولها بيحفظها، لكن التاني بيناقش. ماشي، نيجي بعد كده للنقطة يبقى احنا قلنا اتكلمنا عن الاكتف ليسننج وعرفنا الفرق بين الاكتف والباسيف ليسننج. النقطه الثانيه اللي هي السوشيال بيرسبشن، اللي هو الادراك الجماعي اللي بنقول عليه سوشيال بيرسبشن، other reactions and understanding why they react as they do. ده بالنسبه للسوشيال بيرسبشن، بيقول لك being aware of other reactions، يبقى واعي of other reactions and understanding why they react as they do. يبقى بيدرك ردود افعال الاخرين وبيفهم سبب رد فعلهم كما يفعل. ده اللي بنسميه social perceptiveness. النقطه الثالثه اللي هي reading comprehension، اللي هي قراءه الفهم بقى، قراءه بفهم reading comprehension. understanding بيفهم بقى المكتوب written sentences، الجمل المكتوبه and paragraphs in work related documents، بيفهم الجمل والفقرات المكتوبه في الوثائق المتعلقه بالعمل. critical thinking اللي هو التفكير النقدي، critical thinking using logic and reasoning، مفهوم منطقيا to identify the strengths and weakness of alternative solution. يعني بيستعمل العقل والمنطق في انه يتعرف على نقاط الضعف والقوه في الحلول البديله. conclusion or approach to problem، والاستنتاجات اللي بالنسبه للمشاكل. ده بالنسبه للكريتيكال ثينك. الاكتف ليرنينج، اكتف ليرنينج اللي هو التعلم ايه النشط. understanding the implication of new information for both current and future problem solving and decision making.
speaking اللي هو التحدث، speaking talking to other to convey information effectively، تحدث مع الآخر عشان يحدد إيه، ينقل المعلومات بالشكل فعال. writing الكتابة، communicating effectively in writing as for the needs of the audience، يبقى يكتب وفق التواصل الكتابة حسب ما يحتاج الإيه الأودينس. writing learning strategy، استراتيجية التعليم. selecting and using training أو instructional method and procedure for the situation while learning or teaching new things. استعمل اختيار واستخدام أساليب وإجراءات التدريب أو التعليم المناسبة للحالة عند تعلم أو تدريس أشياء جديدة، ده اللي بسموها learning strategy. complex problem solving، حل المشاكل المعقدة. identifying complex problem، بتعرف على complex problem. and reviewing related information to develop and evaluate and implement solution، يعني اتعرف على المشكلة وحاول اراجع المعلومات ذات الصلة لتطوير وتقييم الخيارات وتنفيذ الحلول. البرسيجن اللي هو الاقناع، حاول تقنع الاسد. برسيودنج اذر تو تشينج زير مايندز اور بيهيفير، احاول اقنع الاخرين ان هو يغير تفكيره او اقتناعه او سلوكه. المونيتور مونيتورنج اللي هو الرصد. مونيتورنج اسيسنج اوف بيرفورمانس اوف يو اذر انديفيدوال اور اورجانيزيشن تو ميك امبروفمنت اور تيك كوركتيف اكشن، ان انا براقب وبقيم الاداء سواء ليا او للاخرين أو المنظمات كمان لإجراء تحسينات أو اتخاذ إجراءات تحسينية، ده اللي بنسميه إيه؟ المونيتورنج. الماثيماتكس اللي هي الرياضيات، using mathematics to solve problems، حلول رياضية، الماثيماتكس عشان أدور على حل. الساينس اللي هو الإيه؟ العلوم. using scientific rules، طبعًا قاعدة علمية، to and method to solve problems. تمام. judgment and decision making اللي هو الحكمة، ان انا التفكير الحكيم واتخاذ القرار. considering the relative cost and the benefit of potential action to choose the most appropriate one، بشوف التكلفة، نظر في التكاليف والقواعد النسبية للإجراءات المحتملة لاختيار الأنسب. system evaluation identifying a measure or indicators of system performance and the action needed to improve or correct the performance relative to the goal of the system، حدد المقاييس ومؤشرات الأداء عشان برضو أختار الأحسن أو لتحسين الأداء أو بالنسبة لأهداف النظام. instructing اللي هو الإعلام أو التعلم أو التعليمات. teaching other how to do something، إن أنا أقول لهم إزاي يعملوا حاجة معينة، أعلمهم. service orientation اللي هو توجيه الخدمة. actively looking for ways to help people. آخر حاجة ال coordination، service coordination أو coordination آخر حاجة. coordination adjusting action in relation to other action، بظبط الإجراءات، تعديل الإجراءات فيما يتعلق بإجراءات أخرى. steps of counseling اللي هي الخطوات بقى الاستشارة. the gather approach، gather is in خطوات المشورة تجميع، يعني gather is acronym to help remember، دول بقى عشان افتكرهم كلهم. the six basic steps in counseling، الخطوات الستة بتوع الاستشارة process. اول حاجة الجذر التجميع، اول حاجة اللي هي الاي ask، التي ask، وبعدين تل، وبعدين help، وبعدين explain، وبعدين return، وبعدين جريت آخر حاجة عصر. دي الست مراحل. تحية العميل آخر حاجة اللي هي greet. greet the client in the first case، give your full attention to your client، لازم أول حاجة إن أنا أديله اهتمام. greet them in a respectful manner، أحييه أو أترحب بيه. and introduce yourself after offering sets، دي الكرسي واقول له انا فلان. ask them how you can help them، بعدين اقعده واساله انا اقدر اساعدك ازاي. tell them that you will not tell other what they said، احنا قلنا ان في سريه فلازم اقول له كده. if the counseling is in health institution، لو هو في مكان صحي،
مؤسسة صحية. You have to explain what will happen during the visit. هشرح له ايه اللي هيحصل طول اثناء الزيارة دي. Describing physical examination and laboratory test if necessary. يعني اشرح له انا هكشف عليه ايه وايه الاحتياجات اللي انا وايه التحاليل اللي انا هطلبها له ولازمتها ايه. افهمه حاجة. Conduct counseling in a place where no one can overhear your conversation. طبعا نكون قاعدين لوحدنا في مكان هادي ما حدش هيسمعنا. اول حاجه ask اللي احنا قلنا اول حاجه في السته بقى اللي هي الاسك. ask the client about himself. اساله عن نفسه. دي اول حاجه ان انا بتعرف عليه. يتعرف عليه. help them to talk about their needs. سيب اديله فرصه يتكلم عن احتياجاته doubts concern and any question they might have. اي سؤال هو جاي يقوله اول اسمعه. if they are new لو الناس دول جداد او الكلاينت ده جديد use a standard checklist or from your health management information system to write down their name and age. تيجي اتعرف عليه باسمه. الحاجات اللي بعرفها اسمه name age marital state متجوز ولا لا number of pregnancy لو هي ست اسالها على عدد الحمل بتاعها number of births ولدت قد ايه number of living children الاطفال اللي عايشين current and past family planning use and basic medical history. ده اللي بنسميه الهيستوري. ان انا وان قاعده بتعرف على بسم الله اسمك ايه سنك قد ايه متجوزه ولا لا كم مره حمل ولدتي كم مره طبعا مش كل الحمل بيكمل الولاده يعني وعدد الاطفال اللي عايشين ايه والايه current and past family history اللي هو الايه family planning use اذا كانت استعملت وسيله منع حمل ولا لا او تنظيم اسره and basic medical history اللي هو لو كان عندها ضغط عندها سكر ولا حاجه. Explain that you are asking for this information in order to help you to provide appropriate information. طبعا هيسألها ان انا بس هو هقول لها ان انا بسأل الحاجات دي كلها عشان اقدر اوصل لحل كويس مع لمشكلتها يعني. You can choose the family planning method which is the best for them. يعني انا بفترض انها جت حد تنظيم الاسره فلازم اقول لها الوسيله اللي هي ايه؟ المناسبة بالنسبة لها عن طريق الأسئلة دي. Keep questions simple and brief and look at here or them as you speak. يعني دايما وأنا بتكلم أخلي اللغة سهلة زي ما احنا قلنا الشروط اللي قبل كده في الكونسلنج وفي نفس الوقت أبتدي أبص لها يعني أهتم بيها. Many people don't know the name of disease or medical condition. طبعا ما بيعرفوش أسامي الدواء أسامي المرض. Ask them specific questions say have you had any headache. اسالها انت عندك صداع in the past 2 weeks يعني جالك صداع في الفتره اللي فاتت. So have you had any gentle itching harsh. Do you experience any pain when urinating. Don't say have you had any disease in the recent past. ما تسالهوش انت جالك امراض الفتره اللي فاتت. لا هو مش عارف انما تساله اذا كان عنده صداع هو هيعرف السيمبتوم اذا كان في هرش اذا كان بطريقه سهله هي هيقدر يقول لك اه يعني انت لو بتعمل ميه بتعمل بول بيبقى عندك حرقان ولا لا. انما ما تسالوش انت عندك هو مش هيعرف طبعا. If you have seen the client previously لو شفته قبل كده لو هو متردد يعني ask if anything had changed since the last visit. اساله ايه الجديد يعني ايه اللي اتغير. احنا قلنا ايه الاسك الايه ده اول واحد. تاني حاجه التي اللي هي تل تي اللي انا هقوله له بقى. تيل ذيم اول اباوت فاميلي بلاننج هشرح لها كل وسائل منع الحمل. تيل ذيم ويتش ميثودز ار افيلبل الطريقه المتاحه اللي هي ايه متاح افيلبل متاح. اسك ويتش ميثودز انترست ذيم اند وات ذي نو اباوت ذيس ميثود. اساله ايه انهي طريقه هي عايزاها وايه تعرف عنها. بريفلي ديسكرايب ايتش ميثود اوف انترست اند اكسبلين هاو ات وركس اتس ادفانتج اند ديس ادفانتج اند بوست سايد افكت. يعني هشرح لها وسائل منع الحمل كلها ولا دي مثلا حبوب ميزتها كذا وعيوبها كذا اللوب ميزته كذا وعيوبه كذا بحيث انها في الاخر تبقى هي مخيره. يبقى ده التل اللي انا هقوله لها. الاتش بقى اللي هي الهيلب. هيلب ذيم تو تشوز ا ميثود في الاخر اساعد انها تختار الطريق. تو هيلب ذيم تشوز ا ميثود اوف كونتراسبشن عشان اساعدها انها تختار الطريق هقول ايه. اسك ذيم اباوت زير بلانز اند فاميلي سيتويشن الخطط بتاعتهم والفاميلي سيتويشن. اف ذي ار انسرتن اباوت ذا فيوتشر بيجين وذ ذا بريزنت سيتويشن نبتدي من دلوقتي. اسك وات the spouse parenter like and wants to use. هي عايزه تعمل فتره دي
ask if there is any things you can't understand and repeat information when يعني هسألها لو في حاجة ما انتش فاهمها وعيد تاني. When the chosen method is not safe for them لو هي مش طريقة هي اختارت حاجة بس مش آمنة بالنسبة لها. Explain clearly why the mentioned may not be appropriate and help them choose another method. يعني هقول لها إن الحبوب مثلا مش بالنسبة لك عشان أنت مثلا عندك ضغط أو أقول لها كذا واختار لها وسيلة تانية. Check whether they have made a clear decision and significantly ask specifically ask what message you have decided to use. في الآخر هتأكد أقول لها أنت اخترتي إيه بقرار بإيه بوضوح. إيه بقى explain how to use a method؟ يبقى أنا اخترتها الأول سألتها وبعدين أخبرتها عن الوسيلة وبعدين ساعدتها إنها تختارها وبعدين هبتدي أشرح لها بقى explain إزاي تستعملها. Explain how to use a method after a method has been chosen. خلاص احنا اخترنا الحاجة بقى. Give supplies if appropriate لو عندك عينة تديها لها. If the method can't be given immediately لو مش هقدر اديها لها دلوقتي. Explain how لها هتشتريها وهي كذا. When and where it will be provided امتى هتبقى موجودة. For these methods like voluntary sterilization the client will have to sign a consent. Constant form the form لو الطريقة دي sterilization انك تعقميها voluntary او sterilization for methods on for methods like voluntary sterilization يعني هي عايزه تمنع مده طويله قوي the client will have to assign في الحاله اللي زي دي طبعا يا جماعه لازم تاخد هتوقع consent لازم هتمضي على حاجه لان طبعا sterilization ده معناه انا مش هتخلف تاني to have a consent form بتاع كده the form says that هيقولي بقى they want the method هي اللي اختارت الطريقة have been informed about it واحنا قلنا لها مشاكل قلنا اللي هيحصل and understand this information تفهمها وفهمت you must help the individual understand the consent from form لازم افهمها الايه الكونسنت بيقول ايه ان انا شرحت لها الطريقة وقلت لها دي كذا ودي كذا وهي وافقت على كده واختارتها بنفسها وهتمضي على كده. Explain how to use the method لأي طريقة هشرحها لها طبعا. Ask the client to repeat the instruction في الآخر تعيد اللي هي في ميتو. Describe any possible side effect and warning sign and tell them what to do if they occur. هقول لهم على السايد افكت الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل والتحذير وبعد كده أقول لهم تعمل إيه لو حصل سايد افكت من الحاجات دي. Ask them to repeat this information back to you. ترجع تاني معلومة على السايد افكت تعيدها تاني. Give them printed material مطبوعة about the method to take home if it is available. لو عندي بروشو بيشرح ازاي تستعمل ادهولها. Tell them when to come back for follow up. تيجي الزيارة التانية امتى visit and to come back sooner if they wish. او تيجي في اسرع وقت ممكن لو هي عايزة. Or if side effect or warning sign occurred. علي علامة تحذيرية او اي side effect حصل تيجي مش عارف. اربع appoint to return appoint a return visit for follow up. انها تعيد الايه؟ الزيارة للفولو اب. الفولو اب. At the follow up visit وهي راجعة بقى عشان تتابع المتابعة. Ask the client if she is or they are still using the method. يا ترى هم لسه بيستعملوه. And whether there have been any problem. ولو كان في مشاكل. Ask if there have been any side effect. لو قد ظهرت أي أعراض جانبية. Reassure the client concerning minor side effect. لو حاجات بسيطة أقول لها ما فيش شيء ده بتحصل للناس كلها وأخفف عنها. Explain that the side effects are not dangerous and suggest when can be done to relieve them. دي حاجات بسيطة يعني أقول لها إن دي حاجة بسيطة بتحصل وبتعدي. Refer for treatment in the case of severe side effect. لو side effect كتيرة لا أوقف بقى أو أعمل لها إيه referral. As the client
ask the client if they have any question. لو هم عندها اسئله وجايه تسال سؤال تاني طبعا. Factor influencing counseling outcome اللي هي الفاكتورز اللي بتاثر على الاوتكم بقى على الكونسلنج اوتكم. العوامل اللي بتاثر على نتائج المشوره. These factors are divided into three broad categories. Broad categories ثلاثه كبار. فاكتورز طبعا هيبقوا ثلاثة. فاكتورز ريليتد تو الكونسلر نفسه اللي هو الايه اللي هو طالب المشورة. Respecting the right of the client is essential to the counselor اللي هو المقدم المشورة. أول حاجة إن إحنا نحترم. Respecting the right of the client is essential to the quality and continuity of counsel. طبعا كل ما احترمته كل ما جالي أكتر. Every client has the right to الحقوق بتاعت دي الحقوق بتاعت أول حاجة ال information لازم كل دي حقوق ال client. Information to learn about their reproductive health, contraception and abortion option. Access to obtain service يبقى عارف ازاي يوصل لها. Regardless of religion بغض النظر عن ديانة ascendancy age and marital or economic state من حقه يوصل للوسيلة بغض النظر عن سنه عن ايه عن كل حاجة يعني. A choice to decide freely whether to use contraception and if so which هو حر يستعمل وسيلة أو ما يستعملش ولما ولو وافق إنه يستعمل أنهي طريقة. Safety to have a safe abortion and to practice safe effective contraception. Privacy to have a private environment during counseling and service. طبعا خصوصية مهمة جدا. Confidentially اللي احنا قلنا الثقة. To be assured that the any person that any personal information will remain confidential. ديجنتي كرامته. To be treated with courtesy, consideration and attentive يعني يتعالج كويس بكرامه يعني. الكومفورت to feel comfortable when receiving service يبقى يتحس انه مرتاح وهو بيستعمل الوسيله. الكومفورت الكونتينيوتي تو ريليف تو ريسيف فولو اب كير طبعا اند كونتراسبتيف سيرفيس اند سبلايز فور از لونج از نيد احنا قلنا ايه يرجع في اي وقت. اوبينيون يقول رايه تو اكسبريس فيوز اون ذا سيرفيس افورد في الاخر هيسمع رايه طبعا. فاكتور ريليتد تو ذا كلاينت بقى اللي هو العميل نفسه الكلاينت اللي انا هديله ذا كلاينت ليفل اوف نوليدج اند اندرستاندينج مي افكت ذير تشويس على حسب معلوماته وعلى حسب مستواه الفهم هيختار طريقته. What they chose to do may also be affected by the extent to which they trust and respect you. الطريقة اللي هيختارها بتتوقف على قد ايه هو واثق فيك واحترمك. Their personal situation may make it difficult for them to choose some methods. For example, if their spouse or another family member has a different preference to them. لازم قالوا رأيه. ماشي. Factor related أو الاكسترنال بقى programmatic factors آخر حاجة اللي هي تالت حاجة بقى. External programmatic factors shortage and availability of health service. لو كان في نقص بقى. هي العوامل الخارجية. Shortage احنا قلنا النقص وعدم توفر الخدمات الصحية and availability of health service in most health facilities the space or room for the provision of family planning is integrated with other reproductive health program يعني كلها داخلة مع بعضها مش خاصة لوحدها. This can make it really difficult to for you to find a place where privacy and confidentiality can be maintained يعني هو مكان تنظيم الأسرة كله على بعضه فمن الحاجات اللي بتبقى صعب انك تختار مكان مكان ايه في تتحقق فيه البرايفسي والثقه والكونفيدنتال اللي احنا قلنا دول من شروط المشروع. احنا كده خلصنا ايه بقى ايه الشابتر بتاع الكونسلنج الهيلث كونسلنج. هنبقى بعد كده ان شاء الله هيبقى لنا بقى البلاننج والامبلانتيشن اند ايفالويشن اوف هيلث ايدوكيشن بروجرام ده الشابتر الخامس.
أشوفكم على خير بقى المحاضرة الجاية.